تعالوا مع بعض نشتغل في السمبوسه، سمبوسه بالخضار. معدنها على الشاشه، تشكيله من الخضار، بسله، فاصوليا زي ما انت عايزه، فلفله ملونه، شويه بقدونس حلوين، خلطه لطيفه كده هتعمليها مع حضراتكم اهوت، عشان بتعلمنا كمان نعمل سمبوسه بالخضار. ولكن معلتين دي في شويه ميه هما سر لف السمبوسه مع المغازي بالذات. اسرع واحد يلف سمبوسه في الوطن العربي. ليه مش في العالم؟ لان الوطن بقيه الدول ما تعرفش السمبوسه. فلما بقول الوطن العربي ممكن الف مثلا 100 حبه سمبوسه في 5 دقايق. حلو الكلام؟ ادي الفلفله الملونه، وادي البقدونس المفروم الناعم. وخد التركايه دي بقى ما تقوليش لحد، وليها بس اللي بيحب الشيف المغازي. ايه يا عم الشيف؟ معلية طحينة صغيرة، بس خلاص زي ما هي كده. حلو؟ ونقلب الخليط ده كله مع بعضه تبقى أحلى سمبوسة. فلفلة ملونة، بسلة مسلوقة، جزر، حطي بطاطس زي ما أنت عايزة. أدي الخلطة، ولف لنا واحدة يا شيف كده، نتعلم منك لف السمبوسة. كل حاجة على النار. خلي بالك وانت ما انا بعمل عزومه، مش قصه ان انا اعمل عزومه بس، رتبي وقتك ومملكتك اللي هو المطبخ ومفتاح السعاده الزوجيه هو المطبخ، انك انت تعملي الحاجه اللي تاخد وقت. الفراخ في النار، البطاطس في النار، وربنا يكفينا شر النار، الرز استوى، شفت السمبوسه بتتلف؟ بص الحركه دي. حلو الكلام. اوعى يا باشا تفك مين؟ انت بتهزر؟ عايز تعرف انك انت بقى بلف صح ولا لا؟ لفها جبنه موزاريلا مثلا وحمرها في الزيت. حلو؟ شفت؟ مزوره وقيس، مثلث متساوي الاضلاع الثلاثيه. حلو الكلام؟ ادي السمبوسه، طبعا احنا لافين كميه معانا، نشوف الزيت اخباره ايه؟ اوعى تحرجني على الهوا، ازعل. لا الحمد لله، تمام.